ملح على حافظتك وشاهد ما سيحدث. مرحبا بكم. دائما ما يكون من الجيد أن تحافظ على حافظتك نظيفة ومرتبة، بحيث يكون هناك مكانا لكل ما تريد وضعه داخل الحافظة. فكلما أفسحت مجالا لخروج الطاقة الكامنة داخل شيء ما، سوف تسمح بمساحة لدخول طاقة مختلفة. استجلاب المال إلى حافظتك. لا تضع بطاقات ائتمانية أو فواتير أو أي شيء يعبر عن النفقات أو الديون داخل الحافظة، وإنما أبقي على حافظتك مليئة بالمال لأنها علامة على الكرم. وكذلك تجنب حمل الحافظة فارغة، ولا تضع أي قمامة مثل أغلفة الحلوى أو بطاقات ائتمانية قديمة أو بطاقات اليانصيب والتي لم تحظى بها أو أي مكان إذا كانت صلاحيته قد انتهت. باختصار عليك التخلص من كل ما لا تستخدمه، ولا تضع سوى ما يلزمك فقط. قم بوضع حافظتك بشكل صحيح. عليك معاملة حافظتك بالكثير من الود حتى تعمل كمغناطيس لإحضار المال إليك. حدد مكانا معينا لحافظتك وضعها به عندما تعود إلى المنزل، فعندما تتعود على تقديرها سوف تبدأ الأموال بالظهور في حافظتك وفي حياتك أيضا. تجنب إلقاء الحافظة على منضدة الطعام أو أي مكان آخر. احترم حافظتك. لا تضع الحافظة على الأرض، وخصوصا على الأرض في دورة المياه. استجلاب الثروة والحظ. استجلب المزيد من المال عن طريق وضع 3 عملات قديمة في شريط أحمر مع الأموال التي تضعها في حافظتك. قم بوضع الملح داخل الحافظة من أجل إبعاد الحظ السيء واستجلاب المال إلى حياتك. في أحد ليالي اكتمال القمر، ضع 7 ملاعق من الملح البحري على عملة قديمة لم تعد مستخدمة قانونيا، وتكون من اليسار بشكل دائري، واتركها كذلك خلال الليل. وفي الصباح التالي قم بتنظيف العملة بالماء من الصنبور، وضعها في الحافظة مربوطة بشريط أحمر قائلا: أتمنى أن يسير الحظ على خطاي ويحضر لي الكثير من المال. ويمكنك الإبقاء على بعض الملح داخل الحافظة من أجل تجنب الحظ السيء.